تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل طباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. يدل الاختلاف اللغوي على أصالة المجتمع وامتداده التاريخي. إذا اختلاف اللغات في بلادنا مثلا يدل على دليل على أصالة المجتمع وامتداده التاريخي. أحسنتم، صحيح. أخجل من لغتي العربية أمام الأجانب. أخجل من لغتي. أحسنتم، خطأ. أعتز بلغتي وأفتخر بها. أخجل منها. خطأ. من واجب الأستاذ أن يميز بين الذكور والإناث داخل القسم. من واجب الأستاذ أن يميز بين الذكور والإناث. أحسنتم، خطأ. من واجب الأستاذ أن يساوي بين الذكور والإناث داخل القسم. أتعصب لثقافة منطقتي فقط. تعصب، تصرف خاطئ. أتعصب لمنطقة معينة. خطأ، لا يجب التعصب لمنطقة معينة. أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن. أحسنتم، صحيح. إذا نراجع، اختلاف اللغوي دليل على أصالة المجتمع وامتداده التاريخي، صحيح. أعتز بلغتي، أخجل من لغتي، خطأ. من واجب الأستاذ أن يساوي بين الذكور والإناث، أن يميز بينهما، خطأ. أتعصب لثقافة معينة، خطأ. أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن، صحيح. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط بسهم الجملة بالطابع الثقافي الذي تنتمي إليه. لدينا جمل نربطها بالطابع التي تنتمي إليه. الحلي الفضية الملونة، لباس الحايك، الشعر الفصيح، غناء المألوف، غناء المداحات، المساجد. الطابع القسنطيني، الطابع القبائلي، العاصمة، الطابع العربي، الطابع الوهراني، والطابع الإسلامي. إذا الحلي الفضية الملونة، الطابع، أحسنتم، الطابع القبائلي. لباس الحايك، أحسنتم، العاصمة. نواصل. الشعر الفصيح، جيد، الطابع العربي. غناء المألوف، أحسنتم، الطابع القسنطيني. غناء المداحات، جيد، الطابع الوهراني. المساجد، الطابع الإسلامي. إذا نراجع، الحلي الفضية الملونة، الطابع القبائلي، لباس الحايك، العاصمة، الشعر الفصيح، الطابع العربي، المألوف، الطابع القسنطيني، غناء المداحات، الطابع الوهراني، والمساجد، الطابع الإسلامي. التمرين الثالث، أسس ومقومات المجتمع الجزائري هي. المطلوب هو كتابة أسس ومقومات المجتمع الجزائري، عددها ستة. واحد، أحسنتم، الإسلام. ثانيا، جيد، العروبة. الإسلام، العروبة. ثالثا، أحسنتم، الأمازيغية. رابعا، جيد، الوطن الواحد. الإسلام، العروبة، الأمازيغية، الوطن الواحد. جيد، الثقافة المشتركة.
المراسل أحسنتم. التاريخ الطويل، إذا مقومات المجتمع الجزائري، أسس ومقومات المجتمع الجزائري هي الإسلام، العروبة، الأمازيغية، الوطن الواحد، الثقافة المشتركة، والتاريخ الطويل. الوضعية الإدماجية، في صباح يوم الجمعة نهضت الأم باكرا وبدأت في أشغال البيت، وبعد وقت وجيز ذهبت لتوقظ سلمى ابنتها سلمى وتطلب منها مساعدتها، لكن سلمى تدمرت وقالت لأمها: لماذا دائما أنا؟ لماذا أخي علي لا يفعل شيئا غير الأكل والنوم؟ أجابت الأم: هو ولد وأنت بنت، هو ولد وأنت بنت، هيا قومي وتوقفي عن التدمر. السؤال الأول: ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه النص؟ ما رأيك في هذا السلوك، سلوك الأم؟ نعيد شرح الوضعية. إذا صباح يوم الجمعة نهضت الأم باكرا، بدأت في أشغال البيت، ثم طلبت من سلمى ابنتها مساعدتها. سلمى قالت لها: لماذا دائما أنا وأخي علي لا يفعل شيئا سوى الأكل والنوم؟ ماذا ردت عليها الأم؟ هو ولد وأنت بنت، قومي وتوقفي عن التدمر. الموضوع الذي يتحدث عنه النص هو ولد وأنت بنت. أحسنتم. التمييز بين الذكور والإناث، التمييز ذكوري والإناثي. الموضوع يتحدث عن التمييز بين الذكور والإناث، لأن أجابت الأم: هو ولد وأنت بنت. ما رأيك في هذا السلوك، سلوك الأم؟ هل هو سلوك صحيح أم سلوك خاطئ؟ أحسنتم، سلوك خاطئ. لماذا سلوك خاطئ؟ لأنه يجب المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات، وأن لا يتم التمييز بينهما. إذا نجيب: لأنه يجب المساواة بين الذكور والإناث. لماذا يتساوي الذكور والإناث في الحقوق والواجبات؟ الواجبات، وأن لا يتم التمييز بينهما.